نروح لأمريكا نسمع تجربة مختلفة لحد قريب من جيلكو خد هذا القرار وسافر، وخريج دفعة 2017 وبيشتغل في باحث في تخصص الأورام في أمراض الكبد في الولايات المتحدة الأمريكية، دكتور أحمد الهواري عبر زوم. أهلا وسهلا دكتور أحمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أحمد الهواري، أنا خريج طب الأزهر 2015 امتياز 16. 2015 دفعة 15 بس تكليف 17. أيوة. انا قلت له انا اخلص امتياز 16 و17 تكليف. تمام. طبعا انا بعد ما خلصت الكلية والامتياز اشتغلت في مصر 4 سنين. في خلال الاربع سنين ديت كنت اخذت قرار ان انا اعمل معادلة امريكية. امتحان طبعا المعادلة الامريكية بتبقى في مصر، خدت ستيب 1 وستيب 2 في مصر، بعد كده اخذت امتحان الاو اي تي برضه امتحان اللغة الانجليزية في مصر. بعد كده سافرت على امريكا بعد ما خدت السيرتيفيكيشن. حاليا انا شغال ريسيرش فيلو في امراض الكبد والجهاز الهضمي هنا في ميو كلينيك في امريكا في ولايه مينيسوتا. الفكره كلها انا اديري حوالي سنه دلوقتي، انا مسافر اديري سنه وتقريبا يعني حوالي سنه. الفكره كلها احنا مثلا في موضوع امريكا او معظم الناس بتبدا الامتحانات في مصر، تخلص امتحاناتها، وبعد ما تخلص امتحاناتها بتطلع على امريكا سواء بتعمل ريسيرش سواء بتعمل كلينيكال اكسبيرينس اللي هو مثلا روتيشنز هناك في امريكا. بعد ما بتخلص الريسيرش والكلينيكال اكسبيرينس بتقدم على النيابه اللي هو التخصص اللي هو زي تخصص البطنه الجراحه وات ايفر التخصص اللي هم عايزينه. بعد ما بيقدموا على التخصص مثلا لو خدت بطنه عامه لمده 3 سنين، بعد كده بعمل فيلوشيب في سب سبيشاليتي في البطنه العامه سواء مثلا جي اي تي مثلا جاسترونترولوجي او هيباتولوجي وات ايفر او الكارديولوجي قلب او دمويه وهكذا لمده 3 سنين تاني. بعد كده بتبقى اتندنج فيزيشن. طبعا هي الفكره كلها او اللي عايز اتكلم عنه ليه الناس بتسافر او ليه انا اخدت قرار السفر. انت اخدت ايه من بعد سنه؟ يعني قولي ايه وجه الاستفاده اللي انت اخدته حاليا بعد سنه، وايه الهدف بتاعك اللي انت شايف؟ مش بعد سنه، ده قعد 4 سنين في مصر. لا انا بتكلم هو هناك بقاله سنه. هو بقاله سنه هناك. انت بقالك سنه دلوقتي في امريكا، ايه حجم الاستفاده اللي انت اخدتها عندك وايه الحاجات اللي انت بتخطط تعملها عندك؟ يعني قاعد مكمل بتفكر تعمل ايه؟ تمام. انا جاي في الكلام دلوقتي. اتفضل. مبدئيا احنا هنا بنعمل ريسيرش، واثناء فتره الريسيرش ديت بنقدم يعني. على الابحاث العلميه ابحاث العلميه بنقدم على النيابه اللي هي التخصص. انا مثلا مقدم على بطنه، بعد مثلا باخد 3 سنين بطنه بقدم بعد كده على الفيلوشيب في السب سبيشاليتي للبطنه. اما ده قلناه يا دكتور احمد، احنا عايزين الجديد بالظبط. يعني الجديد انت هتعمل ايه؟ المميزات اللي انت واخدها لحد دلوقتي. ما هو احنا بنسافر الاول على ريسيرش عشان نشوف النظام الصحي في امريكا، نعمل كونكشنز بالدكاتره في امريكا بحيث ناخد ليترز اوف ريكومنديشن. طب ايه هي الاستفاده يا دكتور احمد؟ يعني مثلا وضعك المادي دلوقتي اخباره ايه؟ الحاله العلميه شايف انها مثمره بالنسبه لك هناك اكتر من اللي كنت هتحققه لو هنا في مصر؟ جو العمل اخباره ايه؟ ده اكيد. ما انا جاي في الكلام، اصبر عليا. اول حاجه احنا ايه اللي خلاني خدت قرار السفر؟ مبدئيا هو في عامل مادي زي ما زمايلنا اتكلموا عنه. مثلا انا كنت في مصر باخد حوالي 5000 جنيه في التكليف لما كنت نائي. ال 5000 جنيه ديت في وزاره الصحه، هنا في امريكا النائي بياخد 5000 دولار. يعني هي 5000 دولار عندك زي الجنيه هنا يعني؟ ما هو دولار. لا ثواني، الدولار مش زي الجنيه. انا هنا السكن مثلا عامل لي مثلا 1000 دولار. الاكل والشرب برضو رخيص عن مصر. الفكره كلها ان حتى المشكله مش موضوع الدولار زي الجنيه، فكره انا باخد 5000 جنيه النهارده ممكن بكره الاقي ال 5000 جنيه نزلت نصها بسبب ان الدولار رفع. فعدم استقرار الحاله الماديه ده بيخليك انت تقرر لا انا سافر، خاصه الموضوع دوت ده مش ذنبي. انا مش ذنبي لما ابقى قاعد مثلا النهارده معايا 5000 جنيه يجيبوا كيلو طماطم، بكره ال 5000 جنيه ديت يجيبوا نص كيلو. فده حاجه انا ماليش ذنب فيها. وبتصرف منهم على الابحاث بتاعتك والدراسات صح؟ اللي هي كانت ال 5000 جنيه اللي بتاخدها دي لو حبيت تعمل دراسات عليا او شيء بتصرف منهم عليه. لا هنا لو هتعملي امتحانات والكلام دوت هم بيصرفوا عليكي في الحاجات. لا بتكلم في مصر بقى اللي احنا دلوقتي في بنعمل مصر. في مصر لما كنت في مصر امتحانات المعادله انا خدتها بفلوس الرواتب اللي كنت باخدها في مصر. انا كنت بحوش من المرتب وكنت بمتحن. لكن في امريكا لا، الدراسه هم اللي بيصرفوا عليك علشان تكبر وتبقى. في امريكا بيوفر لك حتى الكيو بانك، كيو بانك اللي هو بنك الاسئله اللي بتمتحن عليه بيوفره لك. هنا في مصر كنت بشتري بفلوسي. هتكلم بعد كده بعد الموضوع العامل المادي. ان العامل الثاني اللي بيخلي الدكاتره تسافر اللي هو مفيش تقدير من المريض للطبيب. بمعنى انا مثلا كنت شغال امتيازي في مستشفى سيد جلال، كان عندي مثلا 12 سرير رعايه. يجي لي عيان، والله ال 12 سرير عليهم 12 عيان. طب دلوقتي انا ما عنديش سرير، يجي بعد كده العيان يشتمني يضربني ما اعرفش. طب انا ذنبي ايه؟ انا كطبيب مصري ايه ذنبي ان الدوله مش موفره له سرير؟
انا هشتم، انا بتضرب. طبعا الكلام ده في امريكا مفيش، مفيش في امريكا مريض بيجي لك، مفيش مريض يضرب دكتور ولا لا لا لا، سيبك من الضرب طبعا، ما حدش يضرب حد هنا ولا في امريكا، مفيش مريض بيجي المستشفى بتحصل وما يدخلش المستشفى ويتقال له تعالى بعد شهرين وثلاثه ويروح لطبيب الاسره بتاعه لحد ما ياخد ميعاد عشان يدخل مستشفى، ده ما بيحصلش. لا هنا في امريكا مفيش طبعا مريض يشتم دكتور ولا مريض يضرب دكتور الكلام ده، لكن كان في مصر كنت بشوف. هو انت ليه بترد على كلام انا ما قلتوش؟ لا هو سمع الجزء الاولاني يا احمد، انا خلصت الجزء الاولاني بقول لك ماليش دعوه بيه، ما حدش يضرب حد، لكن بقول لك ان كمان في النظام العلاجي في امريكا وفي اوروبا المريض ما راحش الطوارئ بيستنى كتير علشان يدخل يلاقي سرير او يعمل عمليه او اي شيء، ده مش صحيح عندك في امريكا؟ لا لا هو على حسب هل هو ايمرجنت كيس ولا لا، لان لو حاله ايمرجنسي بيتحجز له ميعاد تاني يوم على طول ما دام الطوارئ. طوارئ، لكن لو مش طوارئ ممكن يستنى. في مصر المشكله في ايه؟ المشكله ان المريض نفسه هو مش فاهم يعني ايه طوارئ. انا مثلا بجاي لي حاله عنده مثلا دور برد، يقول لي انا عايز اتعالج قبل حاله ام اي، حاله ازمه قلبيه. اقول له طب انت دلوقتي ده حاله طوارئ، ده مش طوارئ، انت ليه تتعالج قبله؟ يقول لي اصل انا جاي قبله. اصل الموضوع مش طابور، مش حجز. طيب انت غير الثقافه بتاع المواطن اللي الثقافة احنا طبعا بنرفضها دي ثقافه، ايه اللي لو هنا محتاج تعديل او تيسير لاغراء الاطباء او اغراء حد زيك انه يقعد في البلد او يرجع تاني؟ ما غير الرواتب في الكلام، ما احنا جايين في الكلام لسه. لا ما احنا لازم نيجي بسرعه على عندنا. ما انا ما انا ما انا ما انا هتكلم. اتفضل. تالت حاجه، نقص في نقص في التدريب الطبي هنا في امريكا. الدكتور بيشتغل من 6 الصبح لحد الساعه 5 المغرب في المورنينج راوند، وفي بعد كده في الافترنون راوند، وفي محاضرات يوميا من الاستشاريين للنواب. في مصر المشكله ان بسبب ان العامل المادي قليل بالنسبه للاستشاري، يطلع يشتغل في عياده بره، مش هيعلم النائب، النائب قاعد يعلم نفسه، مفيش حد بيشرف عليه يعلمه. لكن هنا في امريكا مفيش برايفت خلاص، انا باخد مثلا مرتب 200 الف في السنه، 200 الف دولار في السنه كاستشاري، ولا 300 الف دولار في السنه، ايه اللي يخليني اطلع بره؟ ما انا شغال هنا بعلم النواب. فطبعا ده مشكله مهمه. بعد كده طبعا الحاجه اللي الناقصه في مصر برضو انا عايز احددها من البدايه، من البدايه اللي هو من ايام ما انت كنت في الكليه، نظام التدريس نفسه المفروض يختلف. بمعنى انا لما دخلت الكليه كان لازم يقول لي هات كتاب رئيس القسم، لازم تذاكر من كتاب رئيس القسم، الكلام ده المفروض يتلغى. يعني انا دلوقتي في كيو بانكس لامريكا منزلاها، وفي كتب امريكيه وفي كذا، ليه الطالب نفسه من بدايه الكليه ما يدرسش من الكتب ديت؟ نظام الاسئله نفسه بتاع امريكا بيبقى افضل طبعا، لان هو بيحدد لك كيسز معينه وبيبقى الكيس نفسها حالات موضحه جدا، ونظام المالتيبل تشويس كويشنز هنا في امريكا افضل بكتير جدا من مصر. فبالتالي التحصيل بيبقى افضل يا دكتور احمد، يعني كل الحاجات طبعًا انت قلت طبعًا دلوقتي كل المشكلات، المرتبات، الاعتداءات اللي بتحصل، التدريب اللي والشهاده هيطلع منها والدكتور هيطلع بشهاده محترمه من مصر يقدر ينافس بها بره. ليه؟ لان طبعًا هو دارس بنفس النظام الطبي الامريكي. ده حاجه. الحاجه الثانيه، لازم يكون في امتحان موحد لكل الجامعات المصريه. بمعنى انا ليه في مصر في جامعه الازهر بمتحن امتحان، جامعه المنصوره امتحان امتحان، جامعه القاهره امتحان امتحان، وفي الاخر كلنا ندخل في التكليف؟ ده الكلام ده ما ينفعش، لازم كلنا نبقى فيه عداله. بمعنى امتحن زي امتحان كله امتحان في نفس وقت واحد، امتحان واحد، وبالتالي ننافس منافسه واحده، ننافس مع بعض. ما ينفعش ابقى مثلا امتحان سهل هو امتحان اصعب، وندخل نفس نتقيم في نفس الزماله ونفس التكليف. ثالث حاجة، إن يكون في أو الدولة يكون في صرف على المستشفيات أكتر، بمعنى توفير سراير الرعاية أكتر للمرضى، فبالتالي الدكتور ما يبقاش فيه مشاكل أكتر مع المرضى. خلاص أنا عندي السراير، المريض هيجي هحجزه هعالجه، مش أنت المفترض مالكش علاقة بالحاجات الإدارية أصلا يا دكتور أحمد، يعني دي حاجات المفترض تعالج من ناحية تانية. إحنا بنعالج كله بس تحميكوا بشكل أو لكن بآخر. بتنعكس يعني عليك. دكتور أحمد الهواري أنا بشكرك جدا، أنا آسف بس لأن وقتنا، أنا آسف بس لأن وقتنا خلاص أوشك أن ينتهي ولسه ما سمعناش ضيوفنا في الاستوديو. بشكرك على كل ما قدمته من معلومات، بشكرك جدا دكتور أحمد.